ذلكم العلم القرآني الإذاعي، علم مصر والعالم الإسلامي، ذلكم القارئ الذي أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، قارئ رئاسة الجمهورية الأول وقارئ العالم الإسلامي، ذلكم القارئ الذي قد دال العالم الإسلامي أجمع ليعمل بصوته سفيرا للقراء حول العالم، الأكثر شعبية على الإطلاق، نجم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ملك المقامات بلا منازع، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي قد أمتعنا في الجمعة الماضية في قرآن الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعبر شاشات التلفزيون المصري، والذي سوف نسعد به بمشيئة المولى عز وجل في قرآن فجر الجمعة القادمة بمشيئة المولى عز وجل عبر إذاعة القرآن الكريم. نسأل المولى عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه في ليلة التكريم للراحلة الكريمة والدة الحج عبد الله محمد أحمد بديل، الأستاذ حسن محمد أحمد بديل. نتقدم باسم الحج عبد الحميد همام والأسرة الكريمة جميعا، يشكرون كل من جاء لأداء واجب العزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو مولي ليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل
غافل عما تعملون. ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا
رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
اذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل
بل أحياء ولكن لا تشعرون. رضا الحمد لله ربنا يهدينا ويهديك. الله المستعان يا اخي الله المستعان. حاضر حاضر حاضر. بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين قدام لله. حاضر حاضر.